المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نموذج مميز داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل البدر المضيء لصيانة البيوت الجاهزة، ومعنا السيد أحمد بدر زواج. أهلا بك سيد أحمد. أهلا وسهلا، حياك الله يا ميت. حياك الله يا ميت، أهلا وسهلا. سيد أحمد، قبل ما نتكلم عن البدر المضيء، خلينا نعرف السادة المشاهدين مين هو السيد أحمد وكيف كانت بداية حياته العملية داخل دولة الإمارات. بداية حياتي العملية جيت على البلد في مجال أخي، هو بالأساس شغال في الكربانة بيوت الجاهزة. أنا جيت اشتغلت عنده مدة من الوقت، وبعدين استقليت لحالي وصلنا في هالمجال نشتغل. وقررت بقى تبلش؟ ايه، بلش ونفتح يعني بزنس صغير، والحمد لله فضل من الله مشت أمونه ومشى الشغل وشغل بقى بزنس ما شاء الله. إن شاء الله. طيب على ذكر البزنس بقى، البدر المدير لصيانة البيوت الجاهزة بيقدم خدمات ايه؟ خدمات كامل، خدمات تابعة لكل المشاريع، للبناء، لمشاريع الخدمات، البيوت، الشركات المقاولات، لخدمات الوافدين والمواطنين، سكن في البيوت، لخدمات ملاحق في العزاب في البر، سكن كامل، بناء، مجالس، كل المواصفات. يعني كل الخدمات دي انتوا بتقدموها كالبدر المضيء، صيانه من بيوت، بنعرف الناس بيها. طيب عرفني برضو اكتر، ده مفيد للناس في ايه؟ يعني الناس دي بتلجا للبيوت الجاهزه. البيوت الجاهزه يعتبر انها بناء مسبق صنع، بناء مؤقت، مثلا ينتقل من منطقه لمنطقه باي وقت، بعد سنه سنتين خمس سنوات ينتقل، ما في عليه اي مشكله، مضاعفات كذا للجدران للهيكل ما يتاثر نهائيا. عمليه صيانه خفيفه خارجيه اذا صار في مساحات كذا حجم كبير فقط. هلا الكاستمر بيعطينا فكره مؤقت، يعني شو اللي بباله، شلون بدي اصمم في المزرعه، بدي اصمم في البيت كذا، غرف معيشه، سكن، مجلس، هو بيعطينا الفكره ونحن على هالفكره بنصمم، نعطيه مخطط، نعطيه تصاميم هاللي نحن نشتغل عليها. هو عنده فكره بنزود عليها، بنضيف عليها ديزاينات، ديكورات، التفصيل الداخلي، الاناره الداخليه، الخارجيه، الديزاين الخارجي، شو اللي حابب الكاستمر نحن بنزيد عليه، وان شاء الله بطلع جماليه وبطلع وقوه لبعدين بالمجال شغلنا. يعني افهم من كلامك ان انت بتاخد من الكاستمر الفكره او الديزاين المطلوب، وانت هنا بتحقق له التارجت اللي هو عايزه. بالضبط، وبنحاول لاعلى درجات ان نرضي الزبون اكثر ما هو يطلب، يطلع شيء احلى من اللي هو طلبه بالاساس. طب ايه اغرب ديزاين حد طلبه منك؟ انت ما توقعتش ان انت ممكن تعمله بالشكل ده، حاجه ابنورمال زي ما بيقولوا. جاني كاستمر طلب طابقين داخل بعض، اول طابق مثل تصميم الفيلم نظامي، بس بده يكون مصمم عن هيكل حديد بارك. اوكي. اي هذا اكل وقت واكل شغل، يعني الدور الثاني يعتبر مساحه غرفه معيشه او جلسه، وتحت صار تصميم كامل. ايه هذا اكل تصميم شغل زياده. انا في السوق عرفته تفيده. ايه بس اكل معنا شغل لانها صارت مرحله جديده وتصميم جديد وفكره جديده، يعني ما كنت مشتغل منها قبل المره. ما اشتغلت قبل المره. لا يكون التوفيق ده يا سيدي. طيب شفت بقى البدر المضيء بتفكر في ايه بعد كده، او ايه سر تميزكم؟ تميزنا بشغلنا بالجوده، بالمواصفات، يعني عندك المواد المستخدمه يعني كواليتي عالي، في عندك مثلا سيراميك راس الخيمه، عندك الاناره، الوايرات مثلا دوكاب، يعني المواصفات العاليه اللي مطلوبه بالدفاع المدني، بالدوائر الحكوميه اللي هي موافقه عليها هاي المواصفات، يعني للبناء كامل، جس المواصفات، الماتريال، بكل شيء. طيب اكيد برضه في وراكم سر، لان احنا زي ما قلت لحضرتك قبل، احنا
سألنا ناس كتيرة وعملنا تقرير وعملنا فوتنج عليكم، لقينا ما شاء الله واخدين كتير سمعة طيبة وكتير سمعة ممتازة. الخامات اللي انتوا بتجيبوها عرفنا ان انتوا ما بتسترخصوش فيها، وسعركم تنافسي بأسعار اللي موجودة في السوق، وعندكم كذا عرض وكذا باكيت. ايه نعم طبعا طبعا، في المواد في عندك اكثر من بند واكثر من سعر في السوق المواد الخام، كله عليه ضمان. ايه كله عليه ضمان، ضمان كامل. يعني في بناء غطي 3 سنوات، في بناء 5 سنوات، في بناء 15 سنة، حسب التصميم وحسب البناء والمساحه اللي مطيه، هاي بيجي عليه الضمان والكواليتي كلها عالي ان شاء الله. طيب احنا عارفين ان انتوا هنا في الموقع بتاعكم في الشارقه، طيب انتوا هل بتقدروا توفروا الخدمه دي لكل الامارات والخليج وبتبلشوا الشغل عندهم، ولا بتخلص مثلا البيت عندك او الكرفان عندك وبتطرشوا ليهم؟ هلا حسب المخططات اللي بتجي، نحن نوصل لكامل دول الخليج. حسب التصميم، ممكن التصاميم حجم الصغير يتجهز بالمصنع عندنا وبتورد للكاستمر نفس التصميم الطبيعي، اذا مساحات كبيره بتصمم هون الاساسيات وبتفنش وبتطبق في الموقع عند الكاستمر. هناك لازم ورشة تانية تطلع وتسكر وتشطب كامل شوف. دعمنا بالامن والامان، شيخنا الله يحفظهم مقدمين كل سبل التسهيلات لاي حاجه. انت كمان كتاجر ممكن تحس ده اكتر لو في ماتيريال بيجيبه من خارج الدوله، لما تقول انا في الامارات فالماتيريال بيجي لك اسرع، بيبقى مرتقيتك مع الناس اكتر. انت بقى كواحد من رواد الاعمال في هذه الدوله المباركه، شوف يعني ايه كل هذا؟ والله اهم شيء الامن والامان اولا واخيرا، الامن والامان، والله يديم هالشيوخ وراسنا وما بيأثروا بأي شيء، والخدمات ومن جهة الدواء الحكومي وفضل من الله كل شيء ما في أي إشكالية. حتى نحن نطلب في عنا مواد أولية، السمنت الأرضيات ينطلب من السعودية دول تاني، وبس تطلبه يعني ما في أي إعاقات في النقل بالشحن بالتوريد، تطلب الطلبية خلال 24 ساعة تتحمل وتتورد لعندك، ما في أي ليها أي إشكالية. والحمد لله في السوق في الشغل، والله يديم الشوق. الله يرحم مؤسس الدولة. آمين زايد. الله يرحم الشيخ ويحفظ جميع شيوخ الإمارات. في نهاية هذا اللقاء الطيب برضو حابب أخذ كلمة أخيرة من حضرتك لأي شخص تحب توجه له رسالة شكر ساعة ما بلشت حياتك العملية داخل الدولة، رسالة شكر لأي شخص كان واقف معاك، كان مساندك، دعمك سواء مادي سواء معنوي لحد ما صار قدامنا هذا الشخص مرموك اللي بيفكر في أفكار كثيرة. والله الأساس هو اللي كان التشجيع لهاي الفكرة للشغل، أخي علي اللي عنده هلا مجال قسم جديد، مصنع هو بجديد كامل، وما قصر معي لا بالشغل لا بالإنتاج لا كذا، حتى بالمواد كذا كله، لأننا تابعين نحن له بالأساس، هو بيشتغل قسم جديد ونحن بالمستعمل، والفضل برجع لله أولا وأخيرا وللحكمة بهالبلد والأمن وللشوف كامل. إخوة التوفيق سيدي، أنا تشرفت في نهاية حلقة، تشرفت بحضرتك جدا، تشرفت بهذا اللقاء الطيب والمعلومات السرية اللي أنت قابلت بها برنامجك. الله يسلمك، ميت أهلا وسهلا، شرفتك. أهلا وسهلا، إن شاء الله نجي لك بقى في الفروع أكثر داخل الدولة وخارج الدولة. إن شاء الله تعالى، على البركة إن شاء الله تعالى. كنا اليوم أعزائي المشاهدين داخل البدر المضيف لصيانة البيوت الجاهزة مع السيد أحمد فتحي الزوالي، وهو من الكفاءات الموجودة داخل دولة الإمارات. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد المجال، دمتم في أمان.